بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة مهمة للغاية هنتكلم فيها مخصوص على الكلى بتاعت المرضى بتوع السكر، سواء اللي عندهم سكر نوع أول أو اللي عندهم سكر نوع تاني، ودول كلهم الكلى بتاعتهم بتتأثر بالسكر، والتأثير ده بيبقى تدريجي ولكن يؤدي إلى مشاكل كبيرة في الكلى. والمريض بتاع السكر يروح يحلل يقول له انت عندك وظائف الكلى فيها مشاكل، انت عندك البومين في البول او زلال في البول او بروتينات الدم بتنزل في البول، وكده في خطورة على الكلى، وده مشكلة كبيرة بتؤدي يعني او ممكن تبوظ الكلى خالص وتفسد وظيفتها وتخلي المريض يحتاج الى غسيل كلوي او يحتاج لنقل كلى الكيدني ترانسبلانتيشن. يعني الموضوع ده في بحث اتنشر لسه من يومين بالظبط في تجميع لكل الأدوية والعلاجات اللي لازم تكون في نظام مريض السكر العلاجي عشان تقيه وتحسن له وظائف الكلى. وكمان اهتم البحث ده بالمواد الطبيعية، الحاجات الطبيعية العشبية الطبيعية اللي بتفيد في حماية الكلى وتحسين وظيفتها وتقليل الالتهابات اللي بتحصل فيها بسبب نسبة السكر وارتفاع نسبة السكر في الدم مع الزمن. ببساطة شديدة جدا، ايه علاقة ارتفاع نسبة السكر في الدم عند مرضى السكر من النوع الأول والتاني بالاعتلال اللي بيحصل في الكلى؟ ليه الكلى عند الجماعة دول بتبوظ مع الوقت؟ في تفاعل كيميائي معقد جدا بين الجلوكوز سكر الدم لما بيرتفع وخلايا جسم الكلى الداخلية. التفاعل ده بيؤدي إلى تأكسد في الخلايا، التهابات في الخلايا، ثم يؤدي إلى تليف خلايا الكلى وفقدان لوظيفة الكلى الطبيعية، وهي إنها تخرج مع البول كل المواد السامة والضارة في الجسم، وتخرج حتى السكر نفسه لما بيعلى عن قيمة معينة، عن معدل معين يعلى في الجسم ويخرج في الجسم. المشكلة ان هو ممكن زي ما بقول ده يؤدي الى ان الكلى نفسها نفقدها تماما، ولذلك كلما بدأنا بالحاجات دي مبكرا كلما انقذنا وظائف الكلى وحفظنا على الكلى. اهم العلامات اللي بنشوفها في البول بتاع مريض السكر ونقول فيها ان الكلى بتاعته بدأت تتأثر هو وجود الالبيومين الزلال في البول، وفي طبعا نسب عرفها الاطباء، في نسبه المايكرو البومينيوريا وماكرو البومينيوريا، مصطلحات عارفينها الدكاتره الاطباء، بس المريض يعني الدكتور بس بيقول انه عندك زلال في البول او بروتين الدم موجود في البول. في حاجات تانية، مؤشرات حيويه تانية ممكن برضو الدكتور يعني يكشف عنها، زي حاجه اسمها ترانسفيرين، حاجه اسمها اديبونكتين، سيريولوبلازمين، لامينين، حاجات كتير جدا ممكن يعرف بيها الدكتور الكلى شغاله ومدى وظيفتها وصلت لغايه فين. هنتكلم بقى في الحلقه دي، وارجو بقى من هنا الناس تركز معايا، عن ايه العلاجات اللي المريض لازم يمشي عليها علشان يعالج الكلى ويمنع تدهور وظيفتها، سواء كانت ادويه او كانت مواد طبيعيه. نبدأ بالأدوية وبسرعة جدا جدا، لأن الأدوية دي أنت يعني بيبقى الدكتور البشري هو اللي بيكتبها لك، ما تروحش أنت تجيبها من نفسك، بس تتأكد إنها موجودة عندك في نظامك الدوائي. أول حاجة الأدوية اللي بتخفض ضغط الدم. ضغط الدم لو عنده مريض سكر وضغط الدم بتاعه بيعلى، فالعملية دي بتدمر خلايا الكلى، ولذلك لازم بندي أدوية ارتفاع الضغط اللي تخفض الضغط المرتفع. أهمها عيلة كده اسمها الإيس انهيبيتورز، ودي منها عيلة كده اسمها، هتلاقي اسم الدواء منتهي ببريل، كابتو بريل، رامي بريل، لايزينو بريل، إنالا بريل، دي الأسامي المواد الفعالة فيهم، بس يبقى تتأكد إن عندك في العلاج بتاعك دواء بيخفض الضغط. في عائلات كتيرة من الأدوية دي من أدوية الضغط اللي بتشتغل على الكلى وتهبط الضغط عن طريق الكلى. الأدوية دي بتحمي الكلى وتقلل الالتهابات اللي فيها وتمنع تدهور الوظائف بتاعتها عند مرضى السكر، وبياخدوها طبعا مرضى الضغط المرتفع عشان برضو يخفض لهم الضغط وعشان يمنع التأثير الضار لارتفاع الضغط الدم على الكلى.
اول حاجه بنعملها ان احنا بنهبط الضغط. حتى المريض بتاع السكر لو ضغطه طبيعي 120 على 80، بس اللي هي النرجله بتاعته بتتعب بنديله دواء ضغط، بنخفض له الضغط شويه، يحس شويه دوخه كده بتاع، بس بيبقى لازم نخلي ضغطه ينزل ل 110 على 70 ولا حاجه، بحيث ان احنا نقلل الضغط على الانابيب بتاعه الكلى والتدمير اللي بيحصل فيها. نيجي بقى ايه اللي المريض لازم يعمله او يتاكد انه عنده في الادويه موجود الماده الفعاله بتاعته موجوده، علشان الادويه دي لها تاثير ايجابي بدرجه شديده جدا على حمايه الكلى، مش العلاج، الحمايه، منع التدهور. اي تدهور في الكلى نوقفه، لكن مش لما يحصل خالص والدنيا تبوظ نبدا نتكلم في ايجاده، لا. اهم واحد دواء اسمه الميتفورمين. الميتفورمين مشهور في الاكزخانات باسم الجلوكوفاج، الدواء اللي دايما فيه يعني فيه كلام كتير عليه، ويقول لك ناس تقول لك ده مفيد غير مفيد. هنا البحث ده وعديد من الابحاث بيؤكد بفائدته الكبيره جدا لمرضى الكلى، الى جانب انه طبعا بيخفض السكر، ويخفض السكر في الدم بطريقه لا تعتمد على الانسولين، بيروح لخلايا الجسم كده وينشطها ويشغلها ويشغل حاجه اسمها الميتوكوندريا فيها، ويقول لها يعني زودي الحرق وزودي الشغل، بحيث ان هي يسحب السكر ده من الدم. ده هو مفيد جدا جدا لمرضى او الحمايه بتاعت الكلى عند مرضى السكر. وحاليا كل الدكاتره لازم تحط الميتفورمين ده في حاجه، يعني انت لو جيت بصيت في الدواء بتاعك هتلاقي علبه الدواء ممكن مش مكتوب عليها جلوكوفاج ولا حاجه، يكون مكتوب عليها اي اسم بس يقول لك المواد الفعاله كذا ومعاه ميتفورمين. اتاكد ان ده موجود، بيتاخد جرام في اليوم، وساعات يتاخد 2 جرام في اليوم على حسب الجرعه اللي بيحددها الدكتور. ده مهم جدا، لان الميتفورمين واحنا اتكلمنا عنه في حلقات قبل كده، قلنا له انتي ايجنج افكت، يعني تاثير مضاد للشيخوخه، واكتشفوا حديثا في ابحاث ثانيه غير بقى البحث اللي بنتكلم عنه النهارده انه بيحمي القلب وبيقلل تليف الكبد، حاجات كتيره جدا، وبيقلل عتامه العين، فكل دي بيشارك فيها الميتفورمين، بس النهارده بنتكلم على تاثيره الاساسي على الكلى. تاني علاج او مجموعه ادويه لازم تكون من ضمن البرنامج العلاجي لمريض السكر، عيلة مكتشفه حديثا وعاملة ضجة كبيرة جدا بقالها 4 5 سنين، ونقلت لنا علاج السكر لمرحلة تانية. العينة دي يا جماعة بتشتغل على الكلى، بتخلي الكلى تخرج السكر من الجسم بمعدل كبير جدا. احنا ربنا خلق لنا عادي، الانسان العادي الطبيعي اللي ما عندوش سكر، الكلى الحد الاقصى بتاعها 180 مللي جرام لكل ديسيليتر، تركيز معين عالي كده من السكر الكلى تحتفظ بيه في الدم، اذا زاد عنه تبدا تخرجه في البول. الادويه دي بتنزل بالمستوى ده، تخليه يخرج في البول من بدري، فبتساعد على تخفيض السكر في الدم بدون اي مجهود، بدون الاحتياج للانسولين ولا الحكايه دي خالص. بتوقف انزيم يعني في الناس الطبيعيين هو كويس، لكن في الناس بقى اللي عندهم مشاكل في السكر ده بيضرهم قوي. الانزيم ده وظيفته يحافظ على السكر في الجسم، يرفع لك السكر في جسمك يعني. هي بتوقفه، بتقول له لو سمحت الراجل ده عيان، الراجل ده بقى ما بقاش سليم، اقف وسيب لنا كميه السكر دي تخرج مع البول، وبكده نخفض ضغط المريض، وبكده نقلل التاثير الضار للسكر. لقوا ان الادويه دي بتحمي القلب، وبيدوها لمرضى القلب حتى لو ما عندهمش مرض السكر، بيدوها لهم دلوقتي. عيله اسمها جليفلوزين، اتكلمت عنها في حلقه قبل كده، وهتكلم عنها بسرعه دلوقتي. ايه انواع الادويه؟ عندنا الدابا جليفلوزين اللي هو اسم الدواء الاساسي بتاعه فورسيجا، وعندنا الانبا جليفلوزين اللي هو الجارديانز، وعندنا كمان يعني 4 أو 5 ادويه كلهم ينتهوا بكلمه جليفلوزين. جليفلوزين، دابا جليفلوزين، انبا جليفلوزين وغيره، وكلهم وإيرتوجلوفلوزين، كل اللي تتأكد إن في جليفلوزين ده موجود عندك في نظامك العلاجي. الدكاترة بقى بتاعت بتعالج مرض السكر شاطرين، يقول لك أنا هديه ميتفورمين وأديه دابا جليفلوزين، وده لوحده وده لوحده، وينسى ياخد ده، أديهم الاتنين مع بعض.
فبتلاقي بقى ايه الدواء اللي عندك عباره عن خلطه بين الاثنين دول، الدابجليفلوزين 10 مللي جرام والميتفورمين 1000، يقول لك ده 10000، او الامباجلوفلوزين 25 مللي جرام او 12 ونص على حسب التركيز، مع برضو 1000 او 500 ميتفورمين. بيبقى القرص نفسه مزدوج التركيب تشكيله بحيث تحمي انخفاض السكر طبعا، دي كلها سكر. الدابجليفلوزين وعيلته دي الجليفلوزين، دي العيله بيسموها سكليتو اس جي ال تي 2، اسم عجيب كده، ده من شغلها على الانزيم المعين اللي في الكلى دي، لقوا برضه لها انتي ايجنج افكت. الظاهر يا جماعه ان السكر كل ما نحارب السكر في الجسم ونقلل الكربوهيدرات دي بنقدر بندي يعني صحه للانسان اكتر، لذلك الناس اللي عايشه عن نشويات بس حتى لو جسم لو هم ما عندهمش السكر دايما بيعجزوا بطريقه بسرعه اكتر، وخصوصا بقى لو بيدخنوا سجاير، السجاير بتزود معدل التشيخ بتاع الانسان الشيخوخه يعني، وما بيعمل متعرض لستريس كتير، ضغط عصبي متواصل، هو ده اللي برضه بيجيب الشيخوخه وبيجيب الامراض، وبرضه من اسباب السكر وبيدمر القلب. فكل الحاجات دي على بعضها كده بتفيد مريض السكر. في علاج كان نزل حديث جدا بقى، ده لما الناس اللي هم كليتهم تعبت بقى، كليتهم تعبت ونسبه الزلال كترت قوي والوظائف بدات تبوظ، في دواء جديد نزل بيحافظ على الكلاوي بتاعتهم، بيحافظ على الكلى، اسمه فينرينون او اسمه كريندية، عملت عنه حلقه مخصوص ارجع لها في الليسته بتاع ادويه السكر وعلاجات السكر كلها، هتلاقي كريندية ده او الفينرينون الماده الفعاله ده. دواء جديد نزل في امريكا وارجو ان ينزل مصر قريب والدول العربيه، ممكن يكون في الدول العربيه دلوقتي، لو الكلى تعبانه عند مريض السكر تلاقي الدكتور كتبه له لو هو متوفر في البلد، ان شاء الله ينزل قريب او ينزل حتى بدايل له تكون نفس الماده الفعاله بس بسعر ارخص. في طبعا الحقن اللي هي حقن الفيكتوزا واخواتها الفيكتوزا والساكسندا والحاجات دي الى حد ما بتفيد في تظبيط نسبه السكر والحفاظ عليها، وده بيفيد مريض السكر اللي هو احنا خايفين على الكلى بتاعته من اللي هيحصل لها تدهور. نيجي بقى للحاجه المهمه، علاجات الادويه دي الدكتور مسؤوليته ان هو اللي يشتغل بيها مع المريض. نيجي بقى لايه الحاجات الطبيعيه اللي اكتشفوها حديثا لحمايه الكلى عند مرضى السكر وعند اي مريض الكلى بتاعته بتتدهور، مريض ضغط عالي او لقوا عنده مشكله في الكلى. وكلهم ما عدا اللي لسه هنتكلم عنه دلوقتي اتكلمنا عنه في حلقات سابقه. اول حاجه البايكربونات او صودا الخبيز او الصودا، عملت عنها حلقه والحلقه دي جابت حتى الان يجي 8 مليون مشاهده. البايكربونات يا جماعه من اهم الحاجات اللي بتحمي الكلى، وارجع للحلقه دي عشان هتلاقي فيها بالتفصيل هي بتعمل ايه، وانا هعمل حلقه تاني لان انا لما عملت الحلقه دي كان لسه مكتشفين الحكايه بتاعت ايه اللي بيحصل في الكلى بسبب الكربونات وقلنا استخدامها، لكن دلوقتي احنا بقى اما نعمل حلقه تانية هنقول ازاي تستخدمها بطريقه تريحك وتبقى مناسبه جدا. فانتظروا ان شاء الله حلقه تانية سريعه عن البايكربونات او الصودا، صودا الخبيز او الصودا او الصوديوم بايكربونات عن العنب. تاني حاجه بقى اكتشفوها دي مهمه جدا والبحث ده بيذكرها، الكركمين. الكركم اقوى ماده مضاده للالتهابات ممكن يستعملها الانسان، ماده طبيعيه جدا بتضاد كل الالتهابات في الجسم وبتقلل نسبة السكر، برضو بتساعد على تظبيط نسبة السكر، ولها فوائد مهمة جدا 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 للكلى، بتحافظ على الكلى، بتضاد كل عوامل الالتهاب اللي بتدمر خلايا الكلى. يبقى عندنا الكركم ده حاجة مهمة جدا. في كمان مادة فعالة اسمها الريزفيراترول، اسم غريب كده، بس المادة الفعالة دي موجودة عندنا في العنب الأحمر، لذلك بنوصي بإن احنا ناكل عنب أحمر. صحيح تركيزها فيه ضعيف ولكن هم بقى بيستخلصوها ويعملوها في راس كده اسمها ريزفيراترول، موجوده بره راس غاليه، بس احنا عندنا احنا يعني نقدر عليه ان احنا ناكل عنب احمر. في كمان الجينكو، جينكو بلوبا، في وده موجود كبسولات في اللكزخانه، نبات الجينكو او ورقه الجينكو، ودي بياخدوها الجماعه عشان تنشط الذاكره وتنشط المخ عندهم، بس هي ماده مضاده للالتهابات.
التهابات يعني ايه؟ يعني مش الدم اللي عندك ده التهاب، لا، الجسم نفسه بتسري فيه وتجري فيه عوامل التهابيه بتزيد طبعا عند مرضى السكر. مرضى السكر اصلا مرض التهاب، التهاب ناتج عن التهاب سوء. فاللي بنقولهم دول كلهم لقوهم كويسين للكلى، لحمايه الكلى عند مرضى السكر. بس اللي هياخد جينكو ياخد باله ان هو بينشط المخ شويه، ما ياخدوش بقى بالليل عشان ايه؟ في النوم، بنشط المخ وبنشط الذاكره. الباناكس جينسينج، الجينسينج نبات الجينسينج ده من ضمن الحاجات اللي فيه حاجات مضاده للالتهابات وبتحمي الكلى وتقلل التدهور اللي بيحصل بالكلى. المشكله عندنا في الحاجات الطبيعيه دي ايه؟ ان احنا عارفين ان لها فعاليه كويسه جدا، لكن احنا مش عارفين الجرعه بتاعتها ايه؟ لا، ليست لها جرعه محدده نقدر نتكلم عنها للمريض ونقول والله الكميه دي هتاخد. الجينسنج والجينكو بلوبا دول موجودين في كبسولات، يعني لو خدت اي جينسنج ده موجود لوحده في كبسولات وموجود مع فيتامينات، يعني يقول لك مثلا فيتاماكس بلس بلس دي معاها جينسنج، المالتي فيتامين معاها جينسنج. ده بالنسبه للجينسنج والجينكو بلوبا. الكركمين يعني الجرعه بتاعته مش معروفه، بس يعني احنا بناخد يوميا من نص معلقه صغيره او اقل من معلقه صغيره، وبنحطه على ميه سخنه او بنحط عليه ميه سخنه بتغلي، استنى شويه ممكن تحليه بحاجه وتشربه على الريق. ويفضل ان يتحط مع الكركمين فلفل اسود، شويه بهار والفلفل الاسود عشان يساعد على امتصاص الكركمين الى الجسم، لان ماده الكركمين دي امتصاصها من جوه عندك مش عالي، اللي بيعليه انك تحط معاه شويه فلفل اسود. فملخص الحلقه دي النهارده ان احنا الكلى عند مريض السكر بتتدهور تدريجيا بسبب عوامل كتيره جدا، اللي من اهمها الالتهاب والتاكسد وارتفاع السكر وتذبذب في السكر والكلام ده كله. عند علاجات عندنا اهم العلاجات لها ادويه الضغط، تخفض الضغط عند الانسان، والادويه نظبط بادويه سكر معينه اهمها الميتفورمين والادويه اللي بتنزل السكر في البول، عيله الجليفلوزين، والحاجات الطبيعيه زي الكركمين وده على راسهم، ثم الجينكو بلوبا والجينسينج. ده ملخص الحلقه النهارده. انا بس نسيت اقول ان عيله الجليفلوزين ديت يجب ان احنا ناخد بالنا منها شويه، لان لو السكر عالي قوي مرضى اللي سكرهم ربعيات و500 هتنزل كميه سكر في البول كتير، فممكن تعمل عندهم التهابات في المجاري البوليه. كميه السكر النازل ده، العسل الرهيب اللي نازل في البول، البول معسل قوي، فممكن ميكروبات تنمو وتعمل التهابات. فلذلك ما بندوش لوحده نهائي مرضى السكر اللي هم متقدمين في السكر، لازم يبقى معاه الميتفورمين بقى. وبرضه في عيله تانيه بنديها، يعني الدكتور بيبقى مدي تحبيشه كده من 3 4 ادويه، بس اهمهم الحاجتين بتوع حمايه الكلى دول بيبقوا موجودين. وانا مرضى كتير شفتهم كل يعني بيبقى مكتوب لهم الحاجات دي، بقت ستاندر شبه ستاندرد في النظم العلاجيه. فلو جمعنا بين الدواء اللي بيكتبه الدكتور والاعشاب اللي انت بتجيبها من عند العطار، نقدر ان احنا نعتني بالسكر بدرجه كويسه جدا، ونفيد الكلى بتاعتنا، ونفيد كمان حاجات تانيه في الجسم. الاعشاب دي مش بتخش تشتغل على الكلى، بتشتغل على حاجات تانيه في الجسم. ده اللي عندنا في البحث الجميل جدا اللي انا هحطه في صندوق الوصف النهارده، والى لقاء في بحث جديد مفيد للصحه، والسلام عليكم ورحمه الله.